أعزائي المشاهدين، يا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيادة رمضان. مثل ما تعودتم معنا أعزائي المشاهدين، في كل حلقة نذكر لكم مرض وكيف تتأقلمون معه في الشهر الفضيل. هالمرة دراساتنا تقول أن المجتمع الإماراتي في أمراض منتشرة، والأكثر انتشارا الأمراض هي السكري وارتفاع ضغط الدم وأيضا الكوليسترول، مما يؤثر أكيد على القلب وعلى الأوعية الدموية. ودراساتنا أيضا تقول أن الصيام في رمضان مفيد، فائدة جدا 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 قوية لهذه الأمراض. عشان نعرف أعزائي المشاهدين أكثر عن موضوعنا، بنتلاقى الحين مع الدكتور كمال العبدي، استشاري القلب في مستشفى العين. خلكم معاي لا تروحون بعيد. مثل ما وعدتكم أعزائي المشاهدين، عندنا الدكتور كمال العبدي استشاري القلب في مستشفى العين، يحدثنا أكثر عن مرض القلب. دكتور يا هلا وسهلا فيك في حلقتنا لليوم. اهلا وسهلا بك دكتور. بدايه تكلمنا عن مرض القلب، شو هو مرض القلب؟ في البدايه احب اشكر قناه الظفره على استضافتها لنا لنقدم بعض الاستشاره لمرضى القلب في شهر رمضان الكريم. نهني مشاهدين قناه الظفره وشعب الامارات بهذا الشهر المبارك، يعود علينا الجميع بالخير والبركه ان شاء الله. يستاهلون. نعم. مرض القلب قد يكون مصاب بمرض أو عدة أمراض للقلب، مثل تكلس أو تصلب الشرايين، وهذا يصاب فيه أكثر الناس المصابين بارتفاع ضغط الدم، بارتفاع الدهون، السكر والمدخنين، وهناك عوامل وراثية أيضا. وهذا يؤدي إلى ضيق في شريانات القلب أو تصلبها، ويسبب آلام في الصدر، يسبب ضيق نفس أو انسداد فجائي، وهذا يؤدي إلى جلطة أو ذبحة صدرية لا قدر الله. المرض الآخر أيضا منتشر، ممكن يكون تضخم في عضلة القلب أو ضعف، توسع أو ضيق في صمامات القلب، وهذا يؤدي مع الوقت إلى فشل وضعف في عمل القلب، تجمع المياه في الرئتين، ومع تقدم المرض تجمع المياه في البطن، في الكبد وفي الساقين خاصة. هناك أمراض أخرى قد مثلا تصيب كهرباء القلب، أو نسميها اضطراب في نبضات القلب. خفقان الأذين، تسارع أو تباطؤ في نبضات القلب، مما قد يؤدي إلى شعور بالدوخة، يؤدي إلى الإغماء أو فقدان الوعي. هناك أمراض ممكن تصيب غشاء القلب، وهذه نادرة نوعا ما، أمراض خلقية. تصيب أكثر الأطفال والصغار في العمر. اللي فهمته منك دكتور أن في كثير أنواع من أمراض القلب، ولكن الحمد لله كل هذه الأمراض لها علاج. الحمد لله. الحمد لله. الطب في تقدم دائما. نعم. مريضنا دكتور في رمضان، كيف يقدر يتأقلم مع رمضان من ناحية الدواء، جرعات الدواء اللي ياخذها؟ أي مرض قلب كان عنده، كان كهرباء قلب أو ضعف في الشرايين أو تصلب أو غيره، أكيد له دواء معين يأخذه. في الأيام العادية كان يأخذ 3 جرعات أو جرعتين أو جرعة واحدة، كيف يقدر يأخذه في رمضان؟ الحمد لله التقدم في صناعة الأدوية في استمرار. نعم. وفي أغلب أدوية القلب الآن سواء كانت للضغط أو للقلب خاصة، أصبح تأثيرها لمدة 12 أو 24 ساعة. نعم. فبالتالي المريض ممكن يأخذها مرة أو مرتين في اليوم بالكثير، فبإمكانه أن يأخذها بعد الإفطار وبعد السحور. نعم. إذ بعض قليلة من الأدوية اللي لابد من أخذها 3 مرات في اليوم، فهنا يتوجب على المريض الإفطار. نعم. أو هناك بعض الأدوية لابد أن ينتبه إلى نظامه الغذائي معها. نعم. مثل دواء الوارفارين اللي يستخدم لزيادة سيولة الدم أو لقلة تخثر الدم، هنا لابد أن ينتبه عليها المريض بالنسبة للغذاء، وممكن نتكلم عليه في التفصيل أكثر. دامنا أنت ذكرت الأكل، كيف نقدر ننصح الحين مريض القلب في الغذاء في الشهر الفضيل، من الفطور إلى السحور شو يقدر يأكل، وشو الوجبات، وشو النسبة اللي بتطلبها منه؟ مثلا يأكل دهون، عفوا بروتين، دسم، نشويات، سكريات، خبرنا أكثر دكتور. وفي الغالب بننصح مريض القلب بالتقليل من الدهون بشكل عام، وخاصة الكوليسترول والأغذية الدسمة، لأن هذه فيها ضرر كثير عليه. السكريات أيضا يقلل منها. البروتين يجب عليه أن يكون متزن فيه، يقلل من الأملاح،
يقلل من لو هو يستخدم مادة الورفرين لا بد أن ينتبه أنه ما يأخذ معها النباتات الورقية كثير مثل الجرجير والخس والملفوف والأشياء هذه فلأنه هذه تضعف من عمل الورفرين بشكل عام ننصح المريض أن يقلل من الوجبات كمية الغذاء ويأخذ وجبات ربما أكثر لأنه الشهر الفضيل نقول دائما هو شهر العبادة والصوم أكيد. وليس شهر الأكل والنوم هذه دائما نخاف منها واستغرب أنا دائما وأكون بالفعل مصدوم في عيادة القلب عندما يخبرني المريض أنه زاد وزنه في شهر رمضان 4-5 كيلو فهذه طبعا شيء يفضل أن المريض يستغل هذا الشهر لتخفيف الوزن ويستمر معه بعد كذلك هل مريض القلب لازم يزيد من السوائل في رمضان أو يقللها لأنه بيصوم لفترة ما شاء الله نحن حين رمضان في الصيف ما يقارب 13-14 ساعة صيام هل لازم يزيد نسبة السوائل في السحور وفي الفطور مثلا في السحور ياخذ الخضار اللي فيها نسبة مياه وايد تخزن المياه طبعا هذا ضروري لمريض القلب ولكن لابد أن نعرف إذا كان عنده ضعف في عضلة القلب أو ضعف الصمام فهنا يأتي الحذر من الموضوع هذا وخاصة برضو إذا كان يستخدم مدرات للبول مدر البول يجب أن يكون استخدامه بعد الإفطار وليس بعد السحور لأنه قد يسبب له جفاف ونقص السوائل في أثناء النهار دكتور تعطينا نصيحة نهائية نختم فيها حلقتنا معك أحب أن أقول مثل ما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الصوم وتصحوا فالصيام لمريض القلب لا أعتقد أنه هناك مشكلة في هذا الموضوع إلا إذا كانت حالته حرجة أو غير مستقرة فديننا الحنيف يسمح له بل سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يأمره بالإفطار لأنه قد يكون فيه عليه خطورة على حياته أو على 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 وظائف القلب أو الأعضاء الأخرى وبشكل عام هناك حالات معينة تستدعي أنه المريض القلب يفطر فيها في أثناء لو حاول الصيام مثل شعوره بالألم شعوره بضيق النفس ارتفاع حاد في ضغط الدم أو هبوط حاد أو اضطرابات في نبضات القلب هنا عليها الإفطار أشكرك تواجدك معنا دكتور كمال عبدي استشاري القلب في مستشفى العين أنا سعدت بتواجدك معي أتمنى لك صوم مقبول وإفطار شهي إن شاء الله شكرا لكم أيضا أعزائي المشاهدين لا تروحوا بعيد برجع لكم في فقرتي الثانية بعد الفاصل غذائك في رمضان انتظرونا أعزائي المشاهدين من المتعارف عليه أن جسم الإنسان محتاج إلى فيتامينات ومعادن في طعامه المتوازن اليومي وعشان يأخذ الفيتامينات لازم يكون عنده 5 حصص يومية من الخضار والفواكه عندنا أخصائية التثقيف الصحي عائشة الطارشي بتخبرنا أكثر عن هالموضوع وكيف نأخذ كفايتنا من المعادن والفيتامينات خلال الشهر الفضيل يا هلا وسهلا فيك يا أستاذ عائشة يا هلا فيك في البداية أستاذ عائشة أبغي أعرف نوع الفيتامينات والمعادن ومن وين نقدر ناخذ هالمعادن والفيتامينات الفيتامينات عندنا عدة أنواع في جسم الإنسان يوجد عندنا 13 نوع من الفيتامينات وهي مهمة جدا لجسم الإنسان لإعادة بناء الأنسجة وللنمو وحتى يعيش الإنسان بصحة مستمرة أكيد. وتكون حياته طبيعية عادية ما في أي مشاكل لازم تكون الفيتامينات متواجدة في جسمه عندنا نوعين من الفيتامينات فيتامينات تذوب في الماء وفيتامينات تذوب في الدهون الفيتامينات اللي تذوب في الدهون هي متخزنة في جسم الإنسان يعني إحنا نأخذها من وجباتنا اليومية بس بعد هي تتخزن ما يكون فيها نقص لكن الفيتامينات اللي تذوب في الماء هذه إحنا لازم نأكلها بطريقة مستمرة هي عسب إنه نعوض النقص اللي يصير مثل شو؟ الفيتامينات اللي تذوب في الماء عندنا فيتامين ألف ودال وها وكاف
نعم. هذه الاربع فيتامينات. هذه الفيتامينات بالضبط وين نلقاها؟ في نوع معين من الفواكه او الخضار؟ لان معظم الناس يفكرون ان ممكن اغراض الدوائيه اللي هي تلقين عليها في العبوه في الصيدليه او في اي مكان ان هذا فيتامين د، هذا فيتامين الف، هذا فيتامين مثلا هاء. اول شيء عشان احنا نحقق التوازن لازم ناكل وجبه غذائيه متكامله متزنه. نعم. تحتوي على المجموعات الغذائيه الست اللي هي مجموعه النشويات. نعم. واللحوم بانواعها والحليب ومشتقاته والفواكه والخضروات والدهون. نعم. اذا احنا اخذنا حاجتنا من الغذاء ما يحتاج ان احنا ناخذ اي مكملات غذائيه بديله. نعم. بس بعد ما يمنع ان الانسان اذا حب يطمن على صحته. نعم. يروح عند الدكتور المختص او ويفحص. الطبيب المختص. نعم. ويعمل فحص قياس لمستوى الفيتامينات في الدم. نعم. ويشوف اذا كان عنده نقص او لا. يعني افهم من كلامك ان ما في مانع ان اذا انا والله عندي نقص في الفيتامين الفلاني اني اخذ تابلتس حبوب دوائيه فيها الفيتامين اساس تسد عندي النقص. هي بس يفضل استشارة الطبيب. أكيد. نعم. ما نروح نحن الصيدلية نشتري أي شيء. أكيد. لازم أول شيء الدكتور يحدد لنا نوع الفيتامين اللي ناقص عندنا. نعم. وبعدين نحن نشتري حسب وصفة الدكتور. أستاذة كيف أني أنا أقدر الحين أعوض في رمضان، أنا إنسان صائم، أعوض في رمضان نقص الفيتامينات والمعادن اللي صمت فيها الفترة هذه 14 ساعة أو 13 ساعة، كيف أقدر أعوضها في فطوري أو في سحوري؟ شو الأنواع اللي أقدر أخذها من الفواكه كان أو خضار أعوض فيها النقص؟ اول شيء ما في نوع محدد ممكن احنا نوصي فيه انه ياخذ الصائم. نعم. بس لازم مثل ما قلت لك قبل ان تكون الوجبه وجبه غذائيه متكامله متزنه. نعم. تشمل جميع المجموعات الغذائيه. نعم. اللي خبرتك عنها من سكريات ونشويات ودهون وفواكه وخضروات. نعم. عندنا خلال فترة العدم الصيام اللي هي لازم ناخذ الفطور ووجبة. نعم. إضافية والسحور. نعم. هالثلاث وجبات لازم تشمل على جميع المجموعات الغذائية. نعم. الخضروات والفواكه واللحوم بأنواعها. نعم. والحليب ومشتقاته وعندنا الكربوهيدرات والنشويات. نعم. والدهون. فإذا هو أخذ الصائم حاجته من هالمجموعات الغذائية كاملة. نعم. بيكون سد النقص اللي عنده. نعم. بالإضافة إلى شرب السوائل والابتعاد عن المشروبات الغازية والشاي والقهوة بكثرة. نعم. نشكرك أستاذة عائشة الطارشي أخصائية التثقيف الصحي. سمعتوا يا أعزائي المشاهدين، يعني أنتوا لازم تأخذون ثلاث وجبات يوميا اللي هي الفطور والعشاء والسحور، ولازم تكون وجبة متكاملة يعني فيها سلطات وفيها فواكه وفيها اللحوم كانت من دياي أو لحم أو سمك. طبعا لا تروحون بعيد لأني راجع لكم فقرتي الأخيرة، انتظروني. أعزائي المشاهدين، من أهم الرياضات اللي تتمارس في رمضان رياضة الركوب على الخيل، لأن منها فوائد كثيرة وما تخليك تعطش، ممتعة جميلة، الكل يحب الخيل وشكل الخيل الجميل. من فوائدها الكثيرة أنك أنت تمارسها ما شاء الله في الهواء الطلق، فبالتالي تدخل لك الأكسجين في الرئة بنسبة أكثر، تساعدك في انتظام ضربات القلب وأيضا في بنسبة معتدلة في ضغط الدم، وايضا فيها كثير من الفوائد. فانا انصحكم انكم تركبون الخيل في رمضان. فحين سامحوني لاني انا بوصل بلعب شويه رياضه وبنتطي الخيل لغايه الفطور، فبروح عنكم. يلا حبيبي مع السلامه، نشوفكم ان شاء الله في حلقه ثانيه. جوب.